مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أرحب بحضراتكم إلى هذه النشرة الإخبارية التي تأتيكم من القاهرة، والبداية مع الزميلة سوزان شرارة. إليك سوزان. أهلا بك يا دارين. مشاهدينا الكرام أهلا بكم، والبداية من هذا الخبر العاجل، حيث أكد مصدر رفيع المستوى أنه لا صحة شكلا وموضوعا لما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية من موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في معبر فيلادلفيا. وأضاف المصدر رفيع المستوى أن مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح ومحور فيلادلفيا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعناية بالآئمة والخطباء وتطوير برامج تأهيل وتدريب الآئمة التي تتم بغرض تأهيلهم دعويا وعلميا وثقافيا على يد كبار المتخصصين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الأوقاف لمتابعة خطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول خطة عمل وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة من خلال محاورها الأربعة المتمثلة في مواجهة التطرف الديني والإرهاب بكافة صوره، وكذا التطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية وتعزيز عمليتي بناء الإنسان وصناعة الحضارة. وقد أشار السيد وزير الأوقاف في هذا السياق إلى أن الوزارة تهدف إلى مواصلة وتعزيز عملية تشكيل الوعي الديني السليم بما يسهم في بناء شخصية الإنسان المصري في إطار الجهود الشاملة للدولة لتجديد الخطاب الديني وتطوير آلياته، لا سيما بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة للوصول لأكبر عدد من المتلقين، إلى جانب العمل الميداني بالتواصل المباشر مع المواطنين وتعزيز دور المرأة في مجال الوعظ والإرشاد وشرح المبادئ الوسطية للإسلام. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالعناية بالآئمة والخطباء وتطوير برامج تأهيل وتدريب الآئمة التي تتم بغرض تأهيلهم دعويا وعلميا وثقافيا على يد كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، وذلك بهدف الصقل المستمر لخبراتهم وتعزيز قدراتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير وفقا لصحيح الدين الإسلامي الحنيف. وكان الدكتور أسامة الأزهري قد استعرض كذلك مستجدات تطور إيرادات هيئة الأوقاف التي تتنامى بشكل مستمر في ضوء توجيهات السيد الرئيس المستديمة بصون أصول الأوقاف وأعيانها واستثمار عوائدها بما يحقق الصالح العام. وتناول الاجتماع أيضا استعدادات وزارة الأوقاف للمؤتمر الدولي 35 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المقرر انعقاده يومي 25 و26 من أغسطس الجاري بعنوان دور المرأة في بناء الوعي، والذي يأتي كرسالة تقدير للمرأة ويهدف إلى إبراز دورها الكبير في بناء الأسرة والمجتمع والوطن. انتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وأقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أول أو من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة وجلساته العامة. We'll be right back.
استقبلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري في مهرجان العالمين الجديدة. واصطحب الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة عمرو الفقي وزير الأوقاف في جولة تفقدية لمهرجان العالمين الجديدة، حيث قام وزير الأوقاف والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة بجولة تفقدية للمنطقة الشاطئية لذوي الهمم على هامش فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، حيث أشاد وزير الأوقاف بالمنطقة الشاطئية المخصصة لذوي الهمم بمدينة العالمين الجديدة. وخلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمهرجان العالمين الجديدة، توجه وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري للشركة المتحدة بالشكر على ولكل القائمين على مهرجان العالمين الجديدة، كما أكد أن ما شاهده في مدينة العالمين الجديدة يؤكد أن مصر بلد كبير وعظيم. أنا سعيد اليوم أن أكون بين حضراتكم، ويسعدني كثيرا أن أكون ضيف على مهرجان العالمين في مدينة العالمين الجديدة، ويسعدني أكثر أن أتحدث إلى حضراتكم في هذا المؤتمر الصحفي، وبحضور كريم ورعاية وترحيب كبير أسعدني كثيرا من الصديق العزيز عمرو بلفئي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة. وأنا أتقدم حقيقة بشكر جزيل وعرفان وامتنان للشركة المتحدة على هذا المجهود الرائع الذي أراه، وعلى الشراكة العميقة والممتدة بين كافة مؤسسات الدولة وبين الشركة المتحدة، والتي مكنتنا من أن نصنع سويا نجاحا نرى اليوم بعض ثمراته. وفعالية اليوم أعتبر أنها حلقة في سلسلة متصلة من التعاون بين وزارة الأوقاف وبين الشركة المتحدة وبين كافة السادة الإعلاميين الكرام الحضور. كما أكد وزير الأوقاف أنه قام بترتيب زيارة لعدد من أئمة الأوقاف من ذوي الهمم لمدينة العالمين الجديدة ليشاهدوا وطنهم ويروا كيف يعتني بهم. تشرفنا باستضافة عدد من أبناء وزارة الأوقاف من الأئمة والخطباء من ذوي القدرات الخاصة مع أسرهم وذويهم، ورتبنا لهم هذه الجولة وهذه الزيارة لزيارة مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالمين، حتى يتاح لأبناء وزارة الأوقاف وفي القلب منهم ذو القدرات الخاصة، حتى يتاح لهم أن يشاهدوا بلدهم وأن يشاهدوا وطنهم، وأن يدركوا أن بلدهم العظيم يعتني بهم ويرعاهم ويريد إدخال لحظة من السعادة والسرور على قلوبهم. الحقيقة أن هذا الحدث أسعدني أنا شخصيا، وأنا أرى أبناء وزارة الأوقاف في لحظة غامرة من السعادة والفرح والسرور مع أسرهم وذويهم، ويشعرون أن مؤسستهم الأم التي ترعاهم وزارة الأوقاف بالتنسيق مع الشركة المتحدة ومع بقية مؤسسات الدولة تحرص عليهم وتريد إدخال لحظة من السعادة على قلوبهم. من جانبه أعلن عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن من أهداف الشركة المتحدة نشر سماحة ووسطية الدين الإسلامي، كما أعلن السعي لتطوير قناة الناس، مؤكدا أن الشركة المتحدة مستمرة في تقديم الأعمال الفنية التاريخية. تستمر وزارة الثقافة في تقديم فعالياتها في مهرجان العالمين الجديدة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث استضافت المنطقة الترفيهية بمدينة العالمين الجديدة عروض فرقتي العريش للفنون الشعبية والتنورة التراثية إلى جانب فقرات من السيرك القومي. كما يستقبل جمهور المهرجان الثلاثاء والأربعاء فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية إلى جانب عروض التنورة التراثية وفقرات السيرك القومية، فيما تقدم فرقة سوهاج للفنون الشعبية وأطفال الأنفوش للفنون الشعبية عروضهما التراثية يوم الخميس المقبل، وتختتم فرقة سوهاج للفنون الشعبية والعريش للفنون الشعبية عروضهما يوم الجمعة.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة ما يتم اتخاذه من خطوات في إطار تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ووجه رئيس الوزراء بالتوافق على الإجراءات الخاصة بالإسراع في التصالح على مخالفات البناء لبدء العمل بها، كما أكد أن الاجتماع يستهدف متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق القانون، وصولا لتسهيل الإجراءات على المواطنين وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات الدالة على البت في طلبات وإجراءات التصالح الخاصة بهم. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة حريصة على تهيئة كافة السبل لمتابعة وتيسير الإجراءات الخاصة بجميع الاستثمارات السعودية في السوق المصرية. جاء ذلك خلال عقد رئيس الوزراء اجتماعا لبحث ومناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات الجارية للتوصل إلى الاتفاقية في صورتها النهائية بالنظر لأهميتها في تعزيز ودفع أطر التعاون بين مصر والسعودية وزيادة الاستثمارات المشتركة، وذلك من خلال البناء على العلاقات الأخوية المميزة التي تربط بين البلدين قيادة وحكومة وشعبا. كما وجه مدبولي خلال الاجتماع بسرعة إنهاء المواد محل النقاش حتى تكون الاتفاقية جاهزة للتوقيع في أقرب وقت ممكن. استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، ذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات. وخلال اللقاء أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير كافة الموانئ المصرية، وأن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الخطة الطموحة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. كما تناقش الجانبان حول فرص التعاون بين الجانبين في مجال المناطق اللوجستية، مشيرا إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لإنشاء عدد 31 ميناء جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تطوير الموانئ من خلال إضافة أرصفة جديدة وإنشاء محطات متعددة الأغراض بغرض منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة. أعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان عن تقديم 28 مليون وثمانية ألاف وتسعمائة وأحدى وأربعين خدمة طبية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها وحتى يوم الأحد، وذلك برعاية الرئيس السيسي. شملت خدمات الحملة القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، كما قدمت هيئة الإسعاف 5260 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 13184 قرار علاج على نفقة الدولة. ترأس الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي لمناقشة خطة تطوير العمل والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية بإعداد خطة كاملة للتوسع الشامل وتطوير منشآت الهيئة العامة
مجال التأمين الصحي مرتبطة بتكلفة تقديرية وجدول زمني وفقا لأكواد الهيئة العامة للرقابة والاعتماد لتتوافق مع معايير هيئة التأمين الصحي الشامل. كما شدد الوزير على الانتهاء من كافة إجراءات ميكنة وحوكمة العمل بالمنظومة لمنع الهدر في الموارد المادية. تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكي بجنود، والذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، حيث قام الفريق أحمد خليفة بالمرور على مناطق التدريب للوحدات المشاركة بالمشروع، واستمع إلى شرح تفصيلي تضمن مراحل الإعداد الإداري والفني لمختلف التخصصات طبقا لبرامج تدريبية تحقق أقصى استفادة للفرد المقاتل. وأكد الفريق أحمد خليفة على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير منظومة التدريب القتالي وفقا لأحدث النظم العلمية الحديثة بما يحقق الواقعية والاحترافية في التدريب. عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي جلسة مباحثات في الرياض مع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي. وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة إن المحادثات تناولت تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بشأن مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة وتأكيد على تضامن البلدين الشقيقين. وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية عمق وأهمية العلاقات الاستراتيجية المصرية السعودية ووحدة المصير، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، كما أعرب عن تطلع مصر لاستئناف اجتماعات آلية التشاور السياسي بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية. وحول الأوضاع في قطاع غزة أكد عبد العاطي موقف مصر الرافض لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح. أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودية، وذلك خلال زيارته الحالية إلى الرياض. وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة إن الاتصال تناول متابعة مسار التعاون في مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين وتعزيز الاستثمارات السعودية في مصر في مجال الطاقة. كان عبد العاطي قد قام قبيل بدء المباحثات السياسية بين وزيري خارجية مصر والسعودية قد قام بالتوقيع في سجل كبار الزوار بمقر وزارة الخارجية السعودية. أشاد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي بالنمو المستمر للعلاقات التجارية مع السعودية، والذي انعكس في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في المنتجات غير البترولية خلال الأعوام الماضية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الخارجية مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي عبر الفيديو كونفرنس، حيث أكد وزير الخارجية حرص مصر على استمرار التنسيق والتعاون المشترك لحل أي معوقات قد تواجه التجارة البينية والصادرات المتبادلة وقضايا المستثمرين. كما استعرض الدكتور عبد العاطي ما شهده مناخ الاستثمار في مصر من إصلاحات مؤسسية استهدفت تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، الأمر الذي يبرز اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وخاصة الاستثمارات السعودية. من جانبه أكد وزير التجارة السعودي على عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوطيدة بين مصر والسعودية، مشيدا بتوافق الرؤى وتكثيف وتيرة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين، ومشيرا إلى أنه يوجد توافق بين القاهرة والرياض حول ضرورة العمل المشترك لدفع أوجه التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويرتقي بالعلاقات إلى آفاق رحبة. Yeah.
عقد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي خلال زيارته الحالية إلى السعودية عقد لقاء موسعا بمقر السفارة المصرية في الرياض مع عدد من ممثلي الجالية المصرية وبعض المستثمرين المصريين في المملكة. وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة أن عبد العاطي أكد حرصه على لقاء الجاليات المصرية خلال زياراته الخارجية للتواصل المباشر معهم، مشددا على أن الدولة المصرية تولي أقصى درجات الاهتمام والعناية بالجاليات المصرية في مختلف دول العالم، كما تعمل على تيسير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على متابعته الشخصية والمستمرة لهذا الموضوع، وذلك على ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تعلي من مصلحة المواطن. بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مع ممثل يونيسيف في مصر جيرمي هوبكنز والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون لدعم المشروعات ذات الأولوية لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي. وأكد وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على الاستمرار في التعاون مع المنظمة بما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف تطوير التعليم. ومن جانبه أكد ممثل يونيسيف في مصر التزام المنظمة بدعم جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم، مشيدا بحزمة الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها مؤخرا لتطوير المنظومة التعليمية في مصر. قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن طلاب الثانوية العامة الراسبين والمؤجلين والمقسمين لمواد دراسية سيطبق عليهم النظام القديم للثانوية العامة بنفس المواد الدراسية القديمة. وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد تغيير في نظام الدراسة أو الامتحانات في الصف الثالث الثانوي، مشيرة إلى أن إعادة هيكلة الثانوية العامة تركزت على تحديد مواد بعينها بهدف إتاحة الفرصة للمعلم لتدريسها وفقا لعدد الساعات المعتمدة لكل مادة، وكذلك تنمية مهارات الطلاب. هذا وذكرت الوزارة أن نظام الدراسة المعتمد على 6 أيام ليس مستحدثا، وسيتم تطبيقه في بعض المدارس الحكومية بما يتوافق مع الآليات المحددة. ما موقف طلاب الثانوية العامة المؤجلين والراسبين في امتحانات الثانوية العامة 2024 من الثانوية العامة الجديدة؟ الطلاب المؤجلون والراسبون والمقسمون لمواد الثانوية العامة سوف يطبق عليهم النظام القديم للثانوية العامة بنفس المواد الدراسية القديمة. هل سيكون هناك تغيير في نظام الدراسة والامتحانات لمرحلة الثانوية العامة؟ لا يوجد تغيير في نظام الدراسة أو الامتحانات في الصف الثالث الثانوي، وإعادة هيكلة الثانوية العامة تركزت على تحديد مواد بعينها بهدف إتاحة الفرصة للمعلم لتدريسها وفقاً لعدد الساعات المعتمدة لكل مادة، وكذلك تنمية مهارة الطلاب والانتهاء من المنهج في الوقت المخصص. هل سيتم تطبيق نظام 6 أيام على كافة المدارس على مستوى الجمهورية؟ نظام الدراسة 6 أيام ليس مستحدثاً ويتم تطبيقه في بعض المحافظات، وتم طرحه مؤخراً في إطار حزمة من الآليات التي سيتم تطبيقها ببعض المدارس الحكومية بما يتوافق من هذه الآليات وطبيعة كل إدارة تعليمية على حدة. ما المواد غير المضافة للمجموعة في الثانوية العامة لكل الشعب؟ اللغة الأجنبية الثانية والتربية الدينية والتربية الوطنية والأنشطة الاختيارية. ما طبيعة مادة العلوم المتكاملة وما العلوم التي ستتضمنها؟ المادة تضم فروع العلوم المختلفة بشكل يظهر تكامل المفاهيم والمعرفة. عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعاً مع ممثلي شعبة صناعة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، وذلك بمقر شركة النصر لصناعة السيارات. وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة النصر للسيارات تعد إحدى القلاع الصناعية الهامة وتمتلك اسماً كبيراً وعلامة تجارية عريقة، مشيراً إلى ضرورة دعم الشركة بالتكنولوجيا الحديثة واستغلال أصولها بالشكل الأمثل.
المستقبل، كما أوضح أن هناك العديد من الفرص المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص بهدف التعاون وتحقيق التكامل في هذه الصناعة وليس منافسة القطاع الخاص. هذا ويأتي اللقاء في إطار توجه الدولة بدعم وتعميق الصناعة الوطنية، ومنها صناعة السيارات والصناعة المغذية لها. قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، قال إن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين من خلال تخفيف الأعباء التي يتحملها المستثمرون بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة. وخلال استقباله مسؤولي شركة نيسان موتور إيجيبت، تعرف وزير الاستثمار على خطط الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصرية، والتي تتضمن الاستثمار في موديل جديد من نيسان للبيع في السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وكذلك الاستثمار في البنية التحتية عن طريق الاستثمار في محطة توليد طاقة كهرباء تحقق اكتفاء ذاتيا في عام 2025. وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق مديريات الزراعة بالمحافظات ومناطق الإصلاح الزراعي بتنفيذ حملات كبرى للمرور على المساقي بالمزارع والحقول لدى المزارعين وإجراء المعاينات على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات الفورية نحو تطهيرها، وشدد على تسخير الإمكانيات المتاحة اللازمة لعمليات التطهير من معدات تابعة لوزارة الزراعة وأجهزتها ومراكزها البحثية والجمعيات الزراعية لتنفيذ تلك الحملات على الوجه الأكمل. تفقد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ونائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تفقدوا مواقع حماية الشواطئ المنفذة ضمن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر بنطاق محافظة دمياط، حيث تم تفقد أعمال الحماية المنفذة أمام محطة كهرباء غرب دمياط. استقبل وزير العمل محمد جبران الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر جان بيير دوماغوري، حيث تم بحث أنشطة برنامج الأغذية العالمي بمصر وأوجه التعاون المشترك، خاصة الإجراءات التنفيذية لتجديد مذكرة التفاهم بين الوزارة والبرنامج المرتبطة بقضايا العمل، كما بحث الجانبان سبل تفعيل التعاون المستقبلي في مجالات متلقيات التوظيف والتوعية والتثقيف وتغيير الصورة الذهنية لدى الشباب نحو أهمية التدريب المهني والتعليم الفني والعمل الحر وتمكين المرأة اقتصاديا ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم نماذج شبابية ناجحة في هذا الشأن. شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في المائدة المستديرة الثالثة بعنوان فريق العمل وحوكمة المفاوضين في إطار مشاركتها في ورشة عمل بمونتريال في كندا والخاصة بتحضيرات الدورة 16 لمؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي كوب 16. كما شاركت وزيرة البيئة في المائدة المستديرة الرابعة حول استراتيجيات وأدوات التقارب في المفاوضات، حيث لفتت في كلمتها إلى أن مؤتمر التنوع البيولوجي كوب 14 والذي عقد بمدينة شرم الشيخ وضع إطار عمل للتنوع البيولوجي، كما أسهم في وضع اتفاقية التنوع البيولوجي على رأس الاهتمامات السياسية للبلدان، بالإضافة إلى التشجيع على حشد الموارد المالية لدعم التنوع البيولوجي والعمل على رفع الوعي بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية للتنوع البيولوجي ودوره في التنمية المستدامة.
أكد وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو أن الوزارة تمتلك مواقع ثقافة منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم الخدمات الثقافية لكل فئات المجتمع، وأن أحد أولويات عمل الوزارة تتمثل في تطوير هذه المواقع لتقوم بدورها الفعال. وخلال لقائه المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة نوريا سانز، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتسجيل عدد من الملفات الوطنية أو المشتركة على القوائم التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو، ومنها عنصرا الحناء وآلة السمسمية. من جانبها أكدت نوريا سانز أهمية التعاون الثنائي مع مصر وتقديم سبل الدعم اللازمة لكافة المشاريع الثقافية الهادفة إلى صون التراث الثقافي. هذا وأكد وزير الثقافة اهتمام الوزارة بإحياء رحلة العائلة المقدسة كجزء من استراتيجيتها للحفاظ على التراث الثقافي والهوية المصرية. وخلال حضوره للندوة التي نظمها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بعنوان ما بعد الإحياء لمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، أوضح وزير الثقافة أن الوزارة تحرص على المشاركة وفتح آفاق التعاون مع المؤسسات المعنية من أجل تفعيل المزيد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي بشأن الرحلة التاريخية للعائلة المقدسة وتطوير المواقع المرتبطة بها بما يتماشى مع معايير الحفاظ على التراث، مثمنا جهود الجهاز القومي للتنسيق الحضري في هذا الصدد. أفاد جهاز مدينة العالمين الجديدة بأنه تواصل مع إحدى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات بالمدينة لتوضيح ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أحد العمال بموقع المشروع الذي تنفذه الشركة بمدينة العالمين الجديدة. وأفادت الشركة بأنه في يوم الجمعة الماضي وقع حادث تسبب في وفاة أحد العمال بسبب رجوع سيارة نزح الصرف الصحي للخلف والاصطدام بالعامل، حيث أفاد سائق السيارة بأنه لم ير العامل في المرايات الجانبية. وتابعت الشركة إفادتها بأنه قد تم طلب سيارة الإسعاف والشرطة في حينه من قبل الشركة، وتم التحفظ على السيارة والسائق من خلال الجهات الأمنية المعنية، وتم نقل المصاب فورا إلى المستشفى لكن وافته المنية، مؤكدة أنها تواصلت مع أهل المتوفى لصرف التعويض اللازم. استشهد 10 فلسطينيين بعد استهداف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال استهدف منزلا في النصيرات وسط قطاع غزة. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و134 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. هذا وأعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 40139 شهيدا وأكثر من 92,740 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، موضحة أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ارتفاع حصيلة قتل العاملين لديها بقطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 207. وأضافت الوكالة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني أن العاملين بالأونروا قتلوا أثناء تأدية واجبهم بغزة. نددت الأمم المتحدة بمستويات غير مقبولة من العنف الذي بات شائعا بحق العاملين الإنسانيين خاصة في قطاع غزة. وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى مقتل 280 عاملا حول العالم خلال عام 2023 في حصيلة غير مسبوقة. المزيد في هذا التقرير. بينما تجتاح العالم النزاعات والاضطرابات، يواجه العاملون الإنسانيون ممن تزداد الحاجة إلى جهودهم أكثر من أي وقت مضى تحديات ومخاطر غير مسبوقة. هذه المخاطر والتحديات المتزايدة كشفتها الأمم المتحدة التي أكدت أن العنف ضد العاملين الإنسانيين وصل لمستويات قياسية مع مقتل 280 عاملا عبر العالم، ليصبح عام 2023 الأكثر دموية للعاملين في المجال الإنساني بزيادة 137% عن العام السابق. وبحسب بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن أكثر من نصف القتلى نحو 163 عاملا إنسانيا سقطوا في قطاع غزة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العدوان في 7 أكتوبر الماضي، معظمهم في ضربات جوية. الأمم المتحدة التي وصفت ارتفاع ضحايا العمل الإنساني خلال العام الماضي بالأمر المشين، حذرت من حصيلة أعلى خلال عام 2024، لا سيما مع استمرار العدوان على قطاع غزة. ومع استمرار سقوط الضحايا حول العالم، أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية استغاثة في اليوم العالمي للعمل الإنساني لحماية الآلاف من العاملين ممن يحاولون توفير الرعاية ومد يد العون للضحايا، داعية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لوقف الهجمات على المدنيين وحماية جميع العاملين الإنسانيين ومحاسبة المسؤولين. تقدم لبنان بشكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي حول خرق الطيران الحربي الإسرائيلي لجدار الصوت فوق المناطق اللبنانية ومن ضمنها العاصمة بيروت. وقالت وزارة الخارجية اللبنانية إن لبنان أدان في متن الشكوى الخروقات التي تشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان ومجاله الجوي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701، إضافة إلى خرقه لعدد من أحكام القانون الدولي الإنساني الذي يحظر أساليب العقاب الجماعي والترهيب المعنوي الذي تمارسه إسرائيل من خلال ترويع جميع المدنيين وبث الذعر بينهم، الأمر الذي يؤثر بصورة خاصة على الشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع مثل الأطفال. في أمريكا، أطلق نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي إجراءات رسمية ترمي لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك تزامنا مع انطلاق المؤتمر الوطني الديمقراطي. هذا ويتهم تقرير صادر عن 3 لجان نافذة في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، يتهم بايدن بالفساد على خلفية تعاملات نجله هانتر التجارية الخارجية. بدوره لفت رئيس لجنة مجلس النواب للإشراف والمحاسبة جيمس كومر إلى أن الأدلة التي قدمت في التحقيق الرامي لعزل بايدن تشكل أقوى قضية لعزل رئيس من منصبه حقق فيها مجلس النواب طوال تاريخه. أكد الكريملين أنه لن يتحاور مع أوكرانيا نظرا لهجومها داخل منطقة كورسك الروسية الذي دخل أسبوعه الثاني. وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية إن الدخول في عملية تفوضية في الوقت الراهن سيكون غير مناسب بالنسبة لموسكو.
أكدت الحكومة البريطانية يوم الاثنين أن دعمها لأوكرانيا ثابت، وذلك ردا على انتقادات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي اتهمها بعدم تزويده بالأسلحة بعيدة المدى اللازمة لمواجهة روسيا. وردا على سؤال حول هذه الانتقادات، أشارت المتحدثة باسم رئيس الوزراء كير ستارمر إلى أن الموقف البريطاني لم يتغير بشأن استخدام هذه الصواريخ، مؤكدة دعم لندن الثابت لكييف. وأضافت المتحدثة أن رئيس الوزراء لا يزال مصمما قطعا على دعمه لأوكرانيا. اتهمت الصين سفينة فلبينية بالاصطدام عمدا بسفينة صينية بطريقة غير مهنية وخطيرة في بحر الصين الجنوبي، متجاهلة التحذيرات المتكررة الصادرة لها من قبل خفر السواحل الصيني، مطالبة الفلبين بالتوقف فورا عن الانتهاك والاستفزاز أو تحمل كل العواقب. المزيد في التقرير التالي. لم تكد تهدأ التوترات في بحر الصين الجنوبي حتى تفجر الخلاف مرة أخرى بين الصين والفلبين. هذه المرة جاء الخلاف على وقع اصطدام سفن ترفع علم الصين والفلبين قرب شعاب متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، ليتبادل البلدان الاتهام بالمسؤولية عن الواقعة. المتحدث باسم خفر السواحل الصيني أوضح أنه رغم التحذيرات المتكررة من جانب بلاده، اصطدمت سفينة فلبينية عمدا بسفينة صينية بعد دخولها بشكل غير قانوني إلى جزر ناتشا دون إذن من الحكومة الصينية، مضيفا أن القوات اتخذت إجراءات الاعتراض ضد السفن الفلبينية وفقا للقانون. وبنبرة تحذيرية دعا المتحدث باسم خفر السواحل الصيني الجانب الفلبيني للوقف الفوري لانتهاكاته واستفزازاته. من جهتها قالت الهيئة الفلبينية المكلفة بمتابعة القضية إن سفينتين تابعتين لخفر السواحل تضررتا بعد اصطدامهما بسفن صينية كانت تجري مناورات غير قانونية قرب سابينا شول. ومنذ وصول الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس إلى السلطة عام 2022 تبدي مانيلا حزما في مطالبتها بالسيادة على بعض الشعاب المرجانية المتنازع عليها في مواجهة بكين التي لا تنوي التنازل عن مطالبها، غير أن هذه المواجهة بين الصين والفلبين تغذي مخاوف من نزاع محتمل قد يؤدي إلى تدخل واشنطن بسبب معاهدة الدفاع المشترك مع مانيلا. قالت دراسة في المجلة الدولية لصحة الطفل والتنمية البشرية قالت إن 30% من كل 1500 طفل في الدراسة والذين استخدموا الإنترنت لأكثر من 3 ساعات تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب. وأوضحت الدراسة أن الأطفال الذين يقضون الكثير من الوقت أمام الشاشات هم أكثر عرضة بنسبة 5 مرات لحدوث مشكلات سلوكية. أصبحت المخاطر التي يتعرض لها الأطفال عبر الإنترنت متزايدة، مما يجعلها مصدر قلق ملح. ولمعرفة مدى الضرر الناجم عن هذه المخاطر نتابع العرض التالي.
عقد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط عقد اجتماعا لمتابعة خطة إنشاء ورفع كفاءة منازل قرى الأربعين بمركز باريس، وذلك في ضوء المبادرة التي أطلقتها المحافظة ضمن جهود تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بالقرى وتوفير بيئة مستقرة وآمنة، حيث قرر المحافظ قيام مركز باريس بالانتهاء من تخصيص وتخطيط الأراضي اللازمة لإقامة مساكن جديدة للأهالي وحصر جميع الخامات اللازمة لأعمال البناء خلال هذا الأسبوع بهدف البدء في أعمال الإنشاءات بداية من الشهر القادم، ودراسة إقامة مشروع زراعي لشباب وأهالي القرى بواقع 5 أفدنة لكل مستفيد، على أن يتم الاتفاق على محصول موحد ويكون المشروع بنظام الزراعات التعاقدية تحت مظلة جمعية أو مستثمر لشراء وتسويق المنتج. وصل لواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جولته الميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل مركز ومدينة دراو، والتي تأتي ضمن المرحلة الثانية ليستفيد منها نحو 150 ألف نسمة داخل 4 قرى. وأعلن المحافظ أنه سيتم التواصل مع وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم لنقل تبعية موقع إحدى محطات الرفع من وزارة الري للمشروع لسرعة الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، لما سيحققه من عوائد إيجابية كبيرة لخدمة أهالي بنبان بحري وقبلي والمنصورية. شهد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط ندوة تعريفية للاحتفال بأعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة. وأوضح محافظ أسيوط خلال كلمته أن أعمال التطوير الشاملة بنقطتي مسار رحلة العائلة المقدسة مستمرة على قدم وساق لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين من المصريين والسائحين، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي في تنفيذ برامج التنمية المستدامة وتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بالمحافظة. عقد محافظ الفيوم دكتور أحمد الأنصاري اللقاء الدوري لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، وخلال اللقاء وجه محافظ الفيوم بتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين خاصة ذوي الهمم بشركات ومصانع القطاع الخاص استثمارا لطاقاتهم لاستثمار الأمثل، إضافة لتوفير مشروعات تنموية ومساعدات عاجلة ومعاشات للأولى بالرعاية تعينهم على مطالب الحياة، فضلا عن توفير الرعاية الطبية اللازمة عدد من الحالات المرضية. سلمت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر سلمت 20 عقدا من عقود تقنين وضع اليد لعدد من المواطنين بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إنهاء إجراءات تقنين أراضي وضع اليد على أراضي أملاك الدولة وتيسير الأمور على المواطنين لتقنين أوضاعهم. هذا وأكدت محافظ البحيرة أن تسليم العقود يمثل خطوة هامة نحو تشجيع المواطنين ممن سبق وتقدم لتوفيق أوضاعه على أراضي أملاك الدولة، مشيرة إلى أن الدولة بكامل أجهزتها تعمل على استرداد حقوقها مع مراعاة ظروف المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم بهدف تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي. أكد محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي أن قطاع المرافق وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال اجتماعه مع عدد من قيادات المحافظة استعرض محافظ الغربية أهم المشروعات والقضايا المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة والخطط المستقبلية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تنفذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.
تفقد اللواء إبراهيم أبو لمون محافظ المنوفية أعمال إنشاء المدرسة الحديثة الرسمية للغات والمدرسة المصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم باستثمارات تبلغ 90 مليون جنيه. كما تفقد محافظ المنوفية عددا من المدارس للتأكد من الجاهزية الكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد وجاهزية مركز خدمة المواطنين الجديد بمديرية التموين استعدادا لتشغيله وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين. كما شملت جولة المحافظ تفقد سير العمل بمستشفى حميات ميت خلف وأعمال رصف طريق شبين الكوم طنطا ومستجدات الموقف التنفيذي لمشروع مكتبة مصر العامة. عقد محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء للوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز. ووجه محافظ القليوبية بتسريع وتيرة العمل والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، مؤكدا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي جولتنا الإخبارية، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات الزميلة دارين مصطفى وأنا سوزان شرارة. إلى اللقاء.